مشوار من خطواتي وخطواتك تعب المشوار انسي شو هانسه؟ صار لك يومين مخبرتي اني موافق. صار لما ما صار؟ بلا صار. وينه؟ صار لي ساكت يومين كاملين بس ما بقى فيني. ليش ما عم بيجي؟ ليش ما عم بيتصل لحتى نعمل ترتيبات؟ لما كل شغله شو ربه؟ طول بالك بابا طول بالك. هنن يعني يومين. ما بنعرف شو ظرفه للزلمه. ماشي. ما انا هذا اللي عم بسال عنه. عنده شي ظروف سيادته بتعيق انه يجي او يتصل؟ عنده شي ظروف سيادته بتعرقل هجوازه كلها؟ بابا ممكن اطلب منك طلب؟ نعم. ممكن ما تخلي غضبك مني يخليك تحكي معي بهالطريقه المهينه؟ لا اسفين والله. ما بيطلع لنا نحكي بعد هالمصيبه. مو القصة بيطلع لك بابا وما بيطلع لك. يعني بدك فيك تعمل اللي بدك اياه وتقول شو ما بدك. بس يعني طول بالك علي شوي.
هلا هذا اللي انا عم بحكي فيه؟ سالتك سؤال فيك تردي؟ ايه هو قال انه عنده ظروف بالعيله يعني وكل يومين ثلاثه وبيروق راسه. ايه هلا انا لازم اعيش بانتظار انه الاستاذ يروق راسه. وانت استاذ مو شايف انك تستمر معه بالشغل شيء غلط؟ غلط؟ ليش غلط؟ اه قلت لي ليش غلط؟ والله بس لانه كانت المي ماشيه من تحتنا ونحن مو دريانين، بس لانه كان عم بغشنا كل الوقت. شوف القصة شلون صارت هلا. يعني الموضوع ممكن يكون رايح على زواج، فأنا هلا حضرتي مطالب إني أترك شراكة شغل مع هذا الزلمة، بنفس الوقت اللي نحن مدخلينه بشراكة أكبر بكتير ممكن تمس كل حياتنا. أنتوا بس تفلسفوا، هذا اللي شاطرين فيه. شي بضحك عن جد، اليوم كان لازم يكون كتب كتابي. لك لا تزعلي ولا تنقهري، مالي مقهورة، أنا صح حبيته بالأول بس بعدين في كتير شغلات ما عجبتني فيه، فخلص عن جد مالي مقهورة. لك يسلم هالإيدين يا أحلى أم وأحلى حماية وأحلى خالة غيداء بالعالم كله. إيه طولي بالك، أصلاً أنت شو بيعرفك إذا كانت أحلى أم ولا أحلى حماية ولا لا؟ شو بيعرفني هيك؟ قالت لي غروب، شو بيعرفني بس أكيد مو رأيي كمان فيني. لا تنسي القهوة سويت. يلا على عيني. ايه شو استاذين؟ شغل حبيبي شغل. ايه على راحتكم. هيك لك انا استاذ. لك خلصنا بقى وطي صوتك. لك ليش لحتى وطي صوتي؟ يعني ما عم بفهم ليش السريه انا. لك اخي لسه ما حكيت لحدا غير لك ولا كيف. اول شيء بدي اشوف سهاد بعدين نحكي. والله انا ما عاد فهمت عليك. شو وينو خاله؟ عاملين اجتماع قمه جوا بالمكتب. سلامو. ايديك سعيد. لك معقول يا ابو سعود يومين ما تحكوا مع بعضكم وانتو في هيك لحظه حرجه من علاقتكم؟ هاي يا زافر انا ما طلع معي حكي ويا كمان طول هاليومين هاي لا اتصلت ولا بعتت شيء ما بتخلص خلص. يبدو الامور رايحه لتنتهي هيك بالصمت وهذا اسهل لي ولها. يعني خلاص اخذت قرار نهائي؟ والله يا سافر انا ما بقدر انسى انه ونحن سوا وكل شيء رائع وعظيم بيناتنا تروح داخل مشروع حديث وقت وعطى مع عريس جديد وبدون ما تخبرني. ابو سعود انت عم تدور على حجي. لك يا اخي انا لا عم دور على حجي ولا شيء. ليش ما معي حق كمان هالشيء يجرحني؟ هلا لو كان كل شيء بعلاقتكم طبيعي كان من حقك تقول يجرحك، لانه وقتها بيكون اسمه خيانه ومن حقك تنسف كل شيء. بس ابو سعود خليك حقاني، انت ما يوم من الايام قلت لي انه انت كنت رح تتورط معه وتقول له روحي دوري على مستقبلك. لا زافر هذا غير هاد، هذا غير هاد. شوف الحكي بقول له شوفي مستقبلك، بتقول لي بنودع بعض وبنخلص بعدين هي تعمل اللي بدها اياه. اما نحن سوا لا تقلي انك شايفني ظالمة. اخي انا ماني شايفك ظالم لانه انت جواتك مانك ظالم. كل ما في الامر انت ما بدك تتزوج. معلش ما تحللني نفسيا وتقلي شو في بعقلي الباطن؟ شو شايفني انا مزدوج الشخصية؟ شخصيتين بشخصية واحدة؟ خلص اخي خلص مثل ما بدك. بس انا والله مو هين علي شوف هيك علاقة حلوة مثل علاقتكم تنتهي بهالطريقة. بس خلص اخي هذا قرار. ما هيئته ابدا عم يتقبل فكره انه يرتبطوا. بس ديانا العلاقه تنتهي هيك. هلا انا تعرفت على ميسون كثير منيح، عن جد بنت ظريفه، والله حرام. ايه والله، واخوها كمان بيطير العقل. الو اهلين كيفك؟ شلون يعني بدون هيك؟ كيفك حبيبتي؟ قاعدين انا والاستاذ شادي وسهير وماما غيداء بتعرفيها طبعا وسوزان كمان. فأكيد ما حاجي يتغزل فيكي قدام ونقول لك حبيبتي وعيني وحياتي، بتعرفي الجو غير مناسب يعني. والله يا خونة ما بتقولوا لي؟ لك وزعي قلت لك عم تجعني معدتي، تقرر لحالك؟
طيب ليك بدي اسالك، عرس مايا ونعيم امتى كان؟ انك هلا جاوبني بعدين بقول لك ليش. يعني رح يصير له تقريب 9 شهور ما هيك؟ بالتالي حضرتك يا استاذ حيصير لك 9 شهور قايل بحبك صح؟ حلو هذا الكلام. طيب ما خطر على بالك انه نفتح مثلا سيرة زواج، خطبة؟ انا موجوعة عادة عم فكر حزينة وعلي. ايه والله اللي مثلنا بيحكوا بهالقصص. هلا من الاخر، من الاخر جاوبني انا وياك بالاخير، رح نتزوج ولا لا؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، بس دايما لاسالك. امي؟ يا عيونه غروب عم تسالني انه انا وياها بالاخير بدنا نتجوز ولا لا؟ ضحكت، شو يعني؟ هذا معناته انه هي موافقه. قال بتقول لك الضحك يعني معناته اني موافقه. رجع الضحكة، شو يعني؟ لك يعني تجوزوا وخلصونا بقى. ها هي الأستاذ شادي تفصحن وقال إنه تجوزوا وخلصونا بقى. والله بيفهم. خلص خلص ولا يهمك بنتجوز. طيب أوكي ولا يهمني خلص أوكي اتفقنا؟ منيح. طيب هلا عن جد أنت شلون صرتي؟ طيب منيح، معناتها ديري بالك على حالك واشربي شي سخن قبل ما تنامي وأنا الحامل مثلك لأني شكلي لحمرت. يلا حبيبتي اوكي باي باي باي. شو بلاي هذين؟ انا ماشي، تحبوا تمشوا ولا شو؟ لا اكيد نمشي. لا لا خلص مشي لا تسوي. تصبحوا على خير. اوكي مع السلامة. يلا صباح الخير. مع السلامة. عيدية سوزان. خاطرك طيب. الله معكم. شو ظافر؟ والله ما بعرف، واضح انه ما راح يغير رأيه، خلص قناعة نهائية، ما راح يقدر يفكر يغير وضعه. بعرفك ما بتفيق بكير، بس مع ذلك عم جرب اتصل لأن الموضوع ما بقى يحتمل أي تأجيل. بترجاك أول ما بتفيق تكتب لي وخلص، ما بدك كتير شرح الأمور، كل شي نحكى. اكتب لي رد واضح وصريح وأخير، نحن رح نتزوج إيه أو لا. صباح الورد، بتمنى تكون رقت وسامحتني على غلطتي اني حكيت لهاني، بس وحياة غلاوتك عندي اللي بتعرف قديش كبيرة، ما كان قصدي اعمل شي يزعجك. بعتذر كتير كتير منك ومن قلبي. يسعد صباحك. Yeah.
اي هروب؟ لا ما صار شيء جديد. بعت له مسج يخبرني فيها انه ايه او لا. انه بدنا نتزوج او لا. ايه اللي سكر وحكى عن همام وكمال. لا ماني مذكرة اسمه. لا حكيت قدامي اسمه بس ماني يعني هلا مانو على بالي. اوكي بجيب لك يا ما في مشكلة. بس معلش تستني علي بس هيك لي يعني يمرق النهار على خير واعرف شو بده يصير. اوكي. ماشي حبيبتي. يلا باي. مستحيل يكون نايم لهلا ولا مرة عمله. ايه غروب؟ غروب معلش اطلب منك طلب. اوكي بس ما تقولي عندي سخيفة. فينك تتقي له لسعيد هيك تتحججي بأي شيء له علاقة بالشغل؟ لا بس بدي أعرف إذا هو فايق ولا لا. أوكي بس ما تقلي له، لا تقلي له إنه أنا طلبت منك تتصلي. أوكي ماشي. أوكي يلا باي باي. Thank you.
حبيبي سعيد، وصل لي جوابك. حبيت خبرك اني قضيت معك احلى ايام حياتي. ان شاء الله دايما تتذكرني بالخير. بحبك حبيبتك ميسون. شو في شي جديد؟ ايه هلا على الغدا بنحكي. معناتها في شي جديد، احكي لي هلا. خلص على الغدا. طيب بابا هون؟ شكله بعد ما رفقته بالقهوة. روقي. قصدناها بوقت صعب عليها بهالموضوع. هلا انت هي المعلومات ليش بدك اياها؟ بدك اياها لك لحالك يعني ولا طلبوها منك بالهيئة؟ لا أنا لسه ما طلبوها، بس بتوقع إلا ما يجي يوم يطلبوها. بس أنا ما بدي يصير أي تراخي بهذا الموضوع. إي معك حق، يعني إذا هذا الموضوع صح ما بصير ينترك، ما له اسم إلا الخيانة. بس اللي بدي أفهمه يعني، اسم هذا الشاب بيفيدك بشي؟ شو بعرفني؟ بس بركيز عرفنا اسمه يعني بتصير الصورة أوضح، ويجوز سفارتنا هنيك. بتعرف شو طبيعة علاقته بكمال؟ وشو كان ناوي يقدم له؟ تحديدا مقابل شو؟ عرفتي وقتها يعني بصير هالجريمة، إذا كان فعلا في جريمة نقدر نمنعها أنها تصير. مزبوط. اسلموا إيديك هاني. شكرا. اسلموا إيديك. ما يسلمك. قلتي لي ولد ما اصحك تخليه يحس انك بتعرف كثير بخجل. لا طبعا ما رح خليه يعرف. ويا سيدي ولد، ورح يضل بالنسبة إلي ولد صغير حتى لو كان عامل علاقة مع مرأة أكبر مني بعشر سنين. إيه بس هذا الشيء ما بيطمن. ها بركي هو ما كان شايفك بالطريقة البريئة اللي أنت فكرتيها. أوف، لك وين عم يروح ببالك أنت؟ هو صحيح بيحبني، بس بيحبني محبة أخوية فيها احترام ولطف ورقي. طب ومين قال لك انه الحب اللي مو اخوي ما بيكون في كل هدول كمان؟ بلغ قصدك هلا. بتعرف شغله؟ انا مبسوطه كثير. انت كثير رجعت رايق وظريف ولذيذ. شو؟ والله ما كنت بعرف انه وجهه نظرك فيه كانت غير هيك بوقت من الاوقات. لا مو لدرجه انه صارت غير هيك، بس يعني بوقت من الاوقات صرت تدقق على شغلات بطريقه شوي حاده. يعني حبيبتي انت بتعرفي انه الواحد مو دائما فينه يتصرف صح. وعندك علم بالتوتر والضغوطات اللي كانت ماره علي. هلا بالنهايه هي لحظات، المهم الاساس والاصل. ايه بعرف هذا الاصل، انا بعرفه كثير منيح. هو نفسه اللي سمع عن تجاربي وقصصي، ومع هيك يعني ضلي اللي بحبك. بحبك. يا خبرينا صب لك صب صب كمان يسلم.
ما بعرف من وين بدي ابدا، بس بكره بعد فتره بس يمر الوقت ويصفى قلبك تجاهي بابا فيني احكي لك علاقتي بسعيد من اولتها كيف بلشت وكيف استمرت، وبوقتها رح تعرف انه بنتك هي بنت كثير منيحه لانه كانت بعلاقه حب نظيفه وصافيه وحلوه. ميسون بابا اذا بتريد بعرف انه يمكن ما بدك تسمع هالحكي او صعب عليك تسمعه، ما بعرف، بس لازم تسمعه بترشحك. انا بحياتي ما رح اكون خجلانه من هالعلاقه اللي عملتها ابدا، ولا بحياتي رح اتبرى منها او اقول انه هي كانت غلطه، لانه ما كانت غلطه، كان حب صافي وشفاف، مشاعر كانت كثير حلوة ونظيفة. هلأ اليوم آسفة إني قلكم إنه هاي العلاقة خلصت. خلصت خلص، ما ممكن تستمر لأسباب كثير طبعا، يمكن لنفس الأسباب اللي خلتنا نأجل إعلان هالعلاقة، بس طبعا ما بدي حدا يفهم إنه أنا عم بحكي عن شخص غدر فيني أو خانني، لا أبدا أبدا مو هيك. سعيد كان شخص كتير نبيل، كان معي رجل بكل معنى الكلمة. أوكي بابا بعرف إنه يمكن هذا اللي عم تسمعه رح يضايقك، بس مع الوقت رح تفهم عن شو كنت عم بحكي. عم بحكي عن أحلى وأنظف علاقة حب ممكن يعيشوها اثنين بحياتهم. عم فسر كل هذا الشيء ولأنه ما بدي تفكروا إنه في جلاد وفي ضحية. أنا أبداً ماني ضحية ولا بقبل بحياتي إني أكون ضحية. تذكروا إنه صغيرة علمتنا كتير شغلات. علمتنا إنه هذا الإحساس النظيف الحلو هو أحلى إحساس بالعالم. أوكي لا تطلعوا فيني هيك لأنه ما بدي حدا يشفق علي. مهورة كتير، متضايقة، حزينة، بس ماني مكسورة، رح أكون كتير منيحة. بعرف رح أكون منيحة مثل ما ربيتني، رح أخذ أول طيارة وسافر هيك لأي مكان بالعالم، كمل إجازتي لحالي، أكون مع حالي، لأقدر أعيد ترتيب حياتي وأتوازن من أول وجديد. إيه بالنسبة للشاب بابا اللي كنا عم نتواصل معه، رح أعتذر منه بكل احترام ولباقة، لأنه ما فيني غش حدا، ما رح أقدر غشه، لأنه سعيد طلع من حياتي ورح تستمر حياتي بدونه، هذا شيء أكيد، بس هو ما طلع لسه من قلبي، ما فيني أشوف حدا تاني أو أفكر بحدا تاني، لسه هذا الشخص موجود معي بقلبي بحالي. ولا تقلق علي بابا، يعني أنا مجرد ما أحس إنه سعيد
طلع من قلبي تحول لذكرى. أكيد ما رح ضل حالي. بعدين أنت ربيتنا كثير منيح، ربيت بنت جدعة وقوية وقادرة تواجه الحياة حتى لو ضلت لحالها. لا تفكر إني رح أتعقد أو أتأزم من هذا الشيء اللي صار معي، لأنه بالنهاية أنا عشت أجمل قصة حب بالعالم. طيب لشو العجلة يعني؟ ليش بدك تسافري بسرعة؟ خليكي هون، خليكي لآخر إجازتك، خليكي لرأس السنة بعدين ساوي اللي بدك اياه. معلش حبيبي، هيك اريح لي. بابا إمتى؟ يعني من شي أسبوع 10 أيام. ليش ما قلت لي؟ ما صح لي. يعني ما قلت لحدا سهر، بس كفاح وهمام بيعرفوا. بصراحة استصعبت قلك. استصعبت تقلي؟ ليش؟ شو ناوي؟ ولا شي. يعني بتعرفي أنت من وقت ما حكينا بالموضوع القصة كانت متوقفة على قرار منك. ايه ما اختلفنا، ونحنا قعدنا وحكينا وشرحنا، بس وقتها ما كان في شخص عاجز عنا بالبيت. يعني هذا الشيء اللي صار ما بيستحق انك تمدد لي المهله كمان شوي؟ سهر حبيبتي، القصه ما انا قصه مهله. القصه انه من لما حكينا بالموضوع قلت لك اعطيني جواب حاسم بانه انت رح تكوني معي، وان شاء الله لو سنتين ما عندي مشكله، بس اعطيني جواب حاسم. جواب حاسم؟ هلا بدك جواب حاسم؟ نحن عنا عزا بالبيت 24 ساعة. نزار شخص انكسر يا شادي. انت بتعرف شو يعني رجال ينكسر؟ عم يحاول كل الوقت انه يكابر على حاله ويبين انه شخص طبيعي. عم يفكر كيف بده يطالع مصاري. عم يفكر يفتح كشك ويقعد فيه. ومرته كل الوقت شكاوي ونق ومشاكل. وامي 24 ساعة دمعتها على خدها. ومن جديد حتى شفقت علي شوي وبطلت تطلع فيني تطليعات. تبع انه انا السبب تبع الحادث اللي عمله نزار. وهلا
بدك مني جواب حاسم؟ فيني افهم شو خص كل اللي حكيتيه باللي عم اطلبه؟ يعني حضرتك ما بتقدري تاخدي قرار حاسم بشأن حياتك إلا إذا كان الجو حواليكي رايق؟ عن شو عم تحاكيني هلا؟ يعني خلص فهمنا، عائلة وعم تمروا بأزمة، ولا هي الأزمة ما تنتهي شي يوم؟ والله هلا ما بقدر أقول لك شي غير إنه الدكاترة قالوا إنه 90% حالة نزار دائمة. لك فهمت، فهمت نهائي. بس بحياتك سمعتي عن وحدة بتبطل تتجوز لأنه أخوها انشل؟ لا، بس بتصير طلعتها من البيت لعند الجوز اللي أهلها مانن وموافقين عليه بهيك وقت كتير صعبة. انت تخيلها شوي شادي، أبسط كلمة ممكن تنقال إنه هاي البنت تركت أمها هي ومصايبها وحملت حالها وراحت. سهر، انت عم تحكي بمنطق كتير غريب. ليك القصة بالنسبة لي هي كالشكل التالي. أنا الفيزا طلعت لي، وهي الفيزا في إلى وقت محدد، إذا أنا ما استخدمتها خلال هذا الوقت بتكون لاغية. يلي عم أطلبه منك هلأ كلمة واحدة، واحدة بس، تقليلي فيها إنه نحنا بغض النظر عن رأي أهلك وشو ما صار بدنا نتجوز حتما، ما بدي أكتر من هيك. شادي بدي احكي معك بموضوع. خير؟ تفضل. شادي انا كثير فكرت، انا هذا المكان كثير متعلق فيه، مشان هيك كان كثير صعب علي اخذ هيك قرار. بس أنا خلص، أنا ما رح أقدر. ما رح تقدر شو؟ أنا كتير كان ممكن أني أحقد على خالك، شادي أرجوك لا تزعل مني، باعتباري أخوه لميسون فعلا كان ممكن أني أحقد عليه. بس بعد الحكي اللي قالته ميسون عنه، حتى وهي عم بتقول انه انتركوا، هذا الشيء شال كل الضغينة اللي بقلبي تجاهه. فالموضوع بالنهاية هو ما له موضوع، لا ضغينة ولا كره، بس بعد اللي صار كتير صعب علي اني استمر بهيك مشروع هو صاحبه. طب ليش يا كفاح؟ يعني هو من وقت ما تركه ما عاد اجى لهون، أكيد هو حاسبها بنفس الطريقة، إنه ما بده يزعجك. لا شادي ما دخل. ما دخل إنه يجي لهون وما يجي. أنا من البداية قلت لك إنه الموضوع هو ما له موضوع، لا ضغينة ولا كره. مو خايف شوفه، بالعكس إذا شفته رح أروح لعنده وسلم عليه وبكل احترام، بس يعني سواء شفته أو لا، هذا المكان مو له. طيب. صعب. صعب كثير. صدقني إذا بتكون محلي رح تساوي نفس الشيء. ايه بس يا كفاح انت هيك عم تصدر حكم اعدام على المعهد. لا شادي ليش هيك عم تحكي؟ فيك تلاقي الف واحد مثلي يمكن لسه احسن مني يستلموا هذا المشروع، اذا بدك انا بساعدك بدور معك. ايه لانه هيك القصه بهي البساطه، يعني احنا مجرد قطعه ممكن تتبدل باي لحظه. شو بك هيك عم تطلع فيه؟ مرات ما بفهمك، يعني انت كل البشر اللي حواليك قررت انك تبدلهم بسبب قرار الهجرة تبعك. يعني أنا هذا الشيء ما بتجرأ أفكر فيه، هذا الشيء بعتبره كتير قاسي. تقوم فجأة بتطلع إنسان كتير عاطفي وخايف إنك تبدل شريك إلك بهيك مشروع. هلأ أنت لساتك معتبرنا مجرد شركة بمشروع؟ لا، أنا اللي عم بحاول ألغيه هو بس هي الشراكة اللي بيناتنا، بس أنا ما لغيت ولا رح أقدر ألغي الصداقة اللي بيناتنا. ان شاء الله فكرني ناطره عزيمتك.
لكان انا بدي اسهر لحالي بليله راس السنه وعندي خطيب حلو وبيت احمد راف وطني ورنه. طني ورنه شو ان شاء الله بفكره حفله هيك وانتي ورقص وفقش مثل العاده يعني. بنرقص وبنفقش ليش لا. بعدين لازم نعزم عمو سعيد. ها نعزم كمان يا حبيبي. يا حبيبي على الحكي. مالي مستنيه رايك ابدا وفي اقتراحات كثير كمان بس بدها هيك قاعده وصفني على رواق. عن جد عمو سعيد ما لازم يضل لحاله ابدا بليله راس السنه. قلتي شو؟ معلش زافر رفيني الله يخليك. شو يعني أول مرة بصر لحالي أنا؟ هلا لا تعند يا أبو سعود، إذا بتضل مصر رح نحمل حالنا وننقل السهرة لعندك. يا لو سهر البيت بيتكم، أنت بدكم تعالوا تسهروا، بس أنا ما حسب البيت والله. بالله؟ يعني مشان ما نجي لعندك ها؟ زافر الله يخليك. لا تحرجني ولا تضغط علي، أنا مالي بمزاج سهر ولا بمزاج شوف حدا. لا لي أنا أضحك وش حدا ولا ابتسم وش حدا ولا جامل حدا حتى. إيش ما بيحق لي؟ والله بيحق لك. بيحق لك لك بصوت بيحق لك. متابعين إحنا وياكم مع برج السرطان. سني بيكتشف طاقة كبيرة كان يجهلها. عنده ممكن أمي كان بقى شو صار لك؟ أنت بتصدقي هالشغلات لك عمو؟ لا ما بصدق يعني بس بحب هيك اتفرج اخذ فكره. ما شفت كيف كل توقعات اللي توقعها السنه الماضيه زبطت معه لك والله شيء بيطير العقل. ايه بيطير العقل خير الله. انا اذا بتوقع 100 توقع للعام القادم رح يزبط منهم 10 على القليله. شو يعني يا زلمه يا بي مقضيه كل حياتها على ابراج يعني ما بتمشي بحياتها الا مثل ما بيقولوا لها بالبرج. يعني اذا قالوا لها بالشهر اذار رح يكون وضعك مكركب ومعك تنه لمجرد يبلش شهر اذار بتقلب خلقته وبيبلش النكد وما بتفكر يخلص الشهر. هذا اذا فكتها قلتها. يا حبيباتي اتفقتوا علي انتوا اثنين على اساس ما شاء الله حولكم. شو صار لك؟ شو صار لك ضجت؟ مين؟ بعدين شو بعدين نعم؟ عم بسألك من مين الرسالة؟ بابا هو ما قال ما رح تعرف قال بعدين. يلا تفضل يا جماعة. تفضل تفضل. سنة كانت عاطلة علينا ليك 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 كيف دح حريمهم على هالحفلات اللي بيعملوها براسية لك ما كانوا يبطلوها لبلك يا لبو وينك الله شي محطة فيها نسوان حلوة والله عاطلة بس بدك تحدد يعني اجتماعيا ها ولا عاطفيا ولا عمليا أنا بالنسبة إلي على كافة الجهات يعني لأنك خسرت سهيل خسرت سهيل وحياتك يا أستاذي اللي خسرت لكي بعرف قصدي يعني أنه تركتوا بعض بجوز إيه يعني على المستوى الاجتماعي إيه يمكن بس إيه كاميرا ما بينمكى عليها ذنوب. شو ناوي هلا؟ كنت قايلها رح طلق بس شكلي بدي أعذبها قبل ما أعمل هيك. ليه؟ شو تغير يعني؟ والله يا رامز ما بعرف مالي مرتاح لا بشغلي مرتاح ولا ببيتي مرتاح عم عصب وما بعرف من شو والله أنا بالشغل ضبطت معي تمام هالسنة قلب الدولاب فرد قلبي يا معلم والأمور من أحسن ما يكون وكندا يعني أنا بعرف أنك كنت حاقد عليها بسبب الشيء اللي كتبته عنك بس مقول بعد ما هديت لك رامز ما بتتذكرها ما بتخطر على بالك ما بتحن لها بلا تذكرها معقول ما تذكرها بس شو بدي اعمل واحد حياة تمشي